الذهب السائل هو الاسم اللي يطلق على زيت أرغان بالمغرب، المستخلص من ثمار شجرة الأرغان اللي تعتبر شجرة نادرة كتوجد فقط بجنوب المغرب بمنطقة سوس. هي من أندر الزيوت في العالم وتستعمل في أغراض التغذية والبعض العلاجات الطبيعية. شجرة ديال الأرغان كتوجد في منطقة واحدة في العالم هي المغرب، والمهم عاصمة أرغان هي مدينة الصويرة، هي عاصمة أرغان. والمهم الشجرة ديال الأرغان تيمكن نجنيوها من شهر 6 حتى شهر 8، وحنا حيت من المبتدئين باقي مازال ما كنصدروش، ولكن عندنا إقبال هنا في المغرب بالنسبة للأرغان ديال التجميل ولا بالنسبة للأرغان ديال الماكل وعملوا، عندنا إقبال كثير. كيحتوي زيت الأرغان على نسبة كبيرة من فيتامين دي والأحماض الدهنية، وهو الأمر اللي عطى لهذا الزيت فعالية كبيرة في مستحضرات التجميل، وكذلك قيمة غذائية هامة. وبلا ما ننسوا أنه يستعمل في صناعة الصابون أيضا. بعد جني ثمار الأرغان كتقوم النساء بسحق النواة الصلبة 15 مرة ولاستخراج 3 لوزات صغيرة وضغطها في عصارة لاستخراج الزيت الثمين. كل هذه المراحل كتساهم في إعداد زيت الأرغان اللي ظل كل هذه السنين محافظ على ندرته وثرائه وقيمته المادية والثقافية. هاد الشجره ديال الأرغان اللي كنجنيو ديك التمره ديالها كنخرجوا منها المشتقات ديالها، منها زيت للتجميل ومنها زيت للأرغان للاكل، وداك أرغان ديال الاكل كنوجدوا منه ثاني املو اللي كنوجدوه باللوز وبأرغان وبالعسل، ومنها تنوجدوا منها تنوجدوا منها تنقدروا نديروا المشتقات ديالو منه، الصابون، كريمات، صابون بلدي، صابون ديال التجميل. شجرة الأرغان قدرت تعيش ما يقرب 250 سنة، وفي الحر بتربة ضعيفة، والصناع اللي كيستخلصوا زيت الأرغان خلوا هاد الحرفة تحافظ على خصوصيتها واستثنائيتها في العالم، شيء اللي خلى زيت الأرغان في الخارج كيقترن ببلد إنتاجه وهو المغرب.